المجاعة في قطاع غزة تتسع يوما بعد يوم، طوابير طويلة لأهالي غزة الجياع، وأوان فارغة يأملون في تعبئتها بعد طول انتظار. تزداد التحذيرات من مجاعة تفتك بسكان القطاع، آخرها جاءت من برنامج الأغذية العالمي، فسوء التغذية وتحديدا بين الأطفال ينتشر بوتيرة قياسية، إذ يعاني واحد من كل ثلاثة أطفال دون سن الثانية من سوء التغذية الحاد. وبحسب برنامج الأغذية العالمي، فإن المجاعة تقترب بشكل خاص من شمالي غزة. ليست لدينا الضمانات الأمنية اللازمة للعمل هنا، يحتاج الناس أيضاً إلى منطقة أمنة، لذلك نكون قادرين حقاً على توسيع نطاق العمل لتجنب المجاعة، فإننا بحاجة إلى ضمانات أمنية لنا كعاملين في المجال الإنساني وللأشخاص الذين نخدمهم في غزة. الضمانات الأمنية لا تعيق عمال الإغاثة فحسب، بل حتى المدنيين. ذهب الظمأ وتلت العروق. سكان غزة جياع في شهر رمضان ويفطرون فوق الركام، موائد بلا طعام ومنازل بلا جدران. سلطان العيبان، الحدث.